اتنين، على مصر ألا تغلق كل الأبواب مع أوباما بعد الرحيل. الرئيس الأمريكي باراك أوباما أيام ويغادر البيت الأبيض. المرشحة الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون لم تدخل البيت الأبيض. في كلام إنها ممكن تكون عمدة نيويورك، في كلام إنها مش هتدخل في عمودية نيويورك. في كل الأحوال رحل أوباما وانتهى زمن أوباما في البيت الأبيض. لكن اللي عايز أقول لحضراتكم إن أوباما لم ينتهي تماما، وإن هو يظل رمز في الحزب الديمقراطي، وتظل أمريكا حزبين، الحزب الجمهوري الذي يمثله الرئيس ترامب الآن، والحزب الديمقراطي اللي هو يمثل المعارضة الآن. هل من مصلحتنا إن احنا نقعد نهاجم كتير أوباما ونهاجم كتير هيلاري كلينتون ونقطع كل الخطوط مع الحزب الديمقراطي وعلى رأسه أوباما وهيلاري كلينتون والآخرين، ولا حكمة تقتضي إن كمان يكون لنا خطوط اتصال مع هؤلاء وننتهز فرصة خروجهم من السلطة؟ قريب سمعت تعبير ممتاز من الدكتور مصطفى الفقي بيقول إنه أوباما هيقود المعارضة الأمريكية ولو من وراء ستار، وإنه دوره لن ينتهي. وده كلام مهم جدا الدكتور مصطفى الفقي نبني عليه، لأنه في السياسة لابد يكون في حكمة ولابد يكون في فتح خطوط مع الجميع. نمرة واحد في هذا التحليل إن احنا مش من مصلحتنا كمصر نستعدي الحزب الديمقراطي ونهاجم باستمرار الحزب الديمقراطي ونهاجم أوباما وهيلاري كلينتون. لا شك كانت سياستهم مأساوية وكانت عدائية ودعموا التطرف والتشدد في منطقة الشرق الأوسط، وربما لفترة طويلة عملوا ضد الدولة المصرية. إنما السياسة في النهاية كيف أدير المصلحة في كل مرحلة. فأوباما حين يخرج هيظل شخص مهم، وهيلاري كلينتون مهمة، والحزب الديمقراطي مهم ومؤثر، وقد يعود للسلطة في أي وقت، وسيعود قطعا للسلطة الحزب الديمقراطي في وقت ما قريب أو بعيد. يبقى إذا مش من مصلحة مصر وهي بتبني السياسة الخارجية المصرية إن الإعلام يتعامل باستمرار مع العداء على العداء لأوباما وهيلاري كلينتون، مش مصلحتنا استعداء أوباما ولا هيلاري كلينتون. اتنين، لا ينبغي إن هنخش صراع كبير زي ده الديمقراطي والجمهوري، ترامب وأوباما، ترامب وهيلاري، بمنطق الأهلي والزمالك، إن خلاص فزنا وترامب فاز على أوباما. إحنا مش طرف في الموضوع، الأمريكيين هم اللي اختاروا، والأمريكيين هم اللي أبعدوا، والأمريكيين هم اللي جابوا ترامب، والأمريكيين اللي ممكن بعد كده غيروا ترامب. في كل الأحوال دي معركة داخلية، أنا مصلحتي أكون عندي صلة قوية بالطرفين، لأن في الكونجرس الحزب الديمقراطي أوباما ممكن يعطل مصالح مصر بقوة في الكونجرس، وهيلاري كلينتون الناس بتوعها أقوياء جدا في المؤسسات الأمريكية، والناس بتوع أوباما أقوياء جدا في المؤسسات الأمريكية، من CIA لFBI لوزارة الخارجية للكونجرس الأمريكي لمراكز الدراسات للجامعات للشركات الكبرى للمجمعات الصناعية العسكرية، كل دي مؤسسات موجودين فيها بقوة. أنا لما أقعد بقى أخش في معركة طويلة المدى بعد هم ما خرجوا من السلطة، أنا بخسر نفوذهم في كل هذه المؤسسات وبيستمروا كأعداء، مع أن عندي فرصة لتحييد أوباما. فينبغي يكون الاستراتيجية الإعلامية اللي احنا بنبنيها هي تحييد أوباما وتحييد هيلاري كلينتون، مش أن أنا استعديهم بمنطق الأهلي والزمالك، الأهلي فاز أو الزمالك انهزم. أنا ممكن يكون لي صلة بالأهلي وصلة بالزمالك، وفي ماتش أشجع فيه الأهلي وماتش أشجع فيه الزمالك، ونفس الماتش أشجع فيه الأهلي والزمالك أو أكون ضد الاثنين. السياسة فيها كل الاحتمالات، وفيها عدم قطع الخطوط، وفيها اللي مش مفيد في السلطة مفيد في المعارضة، وفيها إذا ما كانش مفيد ينبغي ألا أجعله مضر، وفيها إذا كان مضر ينبغي أن أحجم ضرره وأقلل من ضرره تجاه بلدنا. والنقطة الثالثة ديت فرصة ذهبية إن احنا نشرح للحزب الديمقراطي موضوع الإرهاب والتطرف الديني وتنظيمات الإسلام السياسي اللي بهدلت العالم الإسلامي ثم العالم ككل. يمكن كده أوباما بقى قاعد
عنده فراغ شوية، وهيلاري كلينتون مستعدة تسمع، والحزب الديمقراطي مستعد يسمع. الحزب الديمقراطي كان واقف بقوة مع تنظيمات الإسلام السياسي المتطرفة، دلوقتي وهم بره السلطة فرصة نبعت بقى خبراء وباحثين ومفكرين ومراكز دراسات وعلماء سياسة وشخصيات بارزة في الحكومة وبارزة في مجلس النواب المصري، كل دول يروحوا يشرحوا للحزب الديمقراطي بعد ما خرج من السلطة ايه اللي حصل بالظبط، ويشرحوا لهم بقى بهدوء ايه اللي هم عملوه وايه اللي احنا مختلفين فيه. لان احنا لما نشرح للديمقراطي هذا الموقف والجمهوري عنده فكرة كويسة عن الارهاب عمل ايه في المنطقة، يبقى احنا في هذه الحالة بنأمن قدر الامكان معرفة القادة الامريكيين في الحزبين بقضايا الارهاب ومشكلتنا مع الارهاب. فرصة ان اوباما خرج وهيلاري خرجت ان احنا نتفاهم معاهم ونشرح لهم بقى بهدوء وروية وتأدة ايه بالظبط اللي حصل، علشان يكون عندهم فرصة لفهم ما الذي جرى ويجري في منطقتنا والعالم. والنقطة الرابعة والأخيرة، المكايدة السياسية خطأ. لا ينبغي أن يكون هناك كيد في السياسة، ولا أنك تكون بتغاص في السياسة، ولا أنك تنتقم نفسيا في السياسة. ليس في السياسة مكايدة، في السياسة مصلحة ثم المصلحة ثم المصلحة. وبالتالي نفس الطرف اللي كان ضدي قبل كده في معركة كبيرة جدا وربما استهدف إنهاء الدولة المصرية، ممكن في مرحلة لاحقة أتفاهم معاه علشان أحافظ على مصالحي أو أقلل من الأضرار المتوقعة تجاه بلدنا. وبالتالي النغمة السائدة في جزء من الإعلام المصري اللي هو منطق المكايدة والغيظ والشماتة في أي قوة سياسية في العالم أي دولة في العالم، ده كلام لا علمي ولا وطني ولا يليق. المكايدة لا تناسب، احنا دولة كبيرة ودولة عظيمة ودولة لها مكانة ولها تاريخ، ولابد نتعامل بموجب هذه المكانة وهذا التاريخ وصورتنا الرائعة أو التي ينبغي أن تكون أروع من ذلك لدى كل دول العالم. موجز هذا القول، لا ينبغي أن احنا نغلق الأبواب مع أوباما، ولا ينبغي أن احنا نسلك سلوك المكايدة أو الشماتة مع أوباما وهيلاري كلينتون، ونحن ينبغي نشرح لهم، لأن دي فرصة كبيرة جدا لتحييد الحزب الديمقراطي. لأن ممكن بكرة أو بعده تلاقي هيلاري كلينتون قررت فعلا تخش انتخابات نيويورك وبقت عمدة نيويورك وأثرت بقوة على قرارات ترامب، وتلاقي أوباما رجاله دخلوا في مواقع أخرى كبيرة والتفوا من أماكن مختلفة ولسه عندهم قوة موجودة في الكونجرس. أنا مصلحتي في النهاية كبلد إن أنا ما اخسرش الحزب الديمقراطي باستمرار، انما زي ما كان كده بيقول معاويه بن ابي سفيان ان لابد ان يكون هناك خيط باستمرار مع جميع الاطراف، مع كل الاطراف، ولو البعض حاول يقطع هذا الخيط انا حاول اوصله ولو كان خيطا رقيقا. من مصلحتنا ان نتفاهم بقوه مع الحزب الجمهوري وان نحيد بقوه ولا نستعدي الحزب الديمقراطي.